ننتقل الآن إلى السودان التي شهدت اشتباكات مع انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تحذيرات دولية من مخاطر الوضع الإنساني في دارفور. من الخرطوم معنا وائل محمد الحسن. وائل، مرحبا بك. يبدو أن هناك اشتباكات تدور الآن، ذلك وسط حديث عن هدنة ممكن أن تكون قائمة خلال عيد الأضحى المبارك، ماذا في التفاصيل؟ نعم ريما، الاشتباكات بدأت في الخرطوم تحديدا في مدينة أم درمان منذ الصباح الباكر، وتحديدا قبل نصف ساعة من نهاية الهدنة. كانت الاشتباكات في محيط سلاح المهندسين التابع للجيش، تمددت هذه الاشتباكات إلى الأحياء المجاورة لسلاح المهندسين، تحديدا أحياء الفتيحاب وحي المهندسين وبعض الأحياء الأخرى المتاخمة لسلاح المهندسين، وما تزال هذه الاشتباكات جارية حتى هذه اللحظة. في مدينة الخرطوم بحري أيضا كانت هنالك اشتباكات عنيفة وغارات جوية للطائرات الحربية التابعة للجيش، والتي قصفت عدة مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع، وكان هنالك تحليق لهذه الطائرات أيضا منذ الصباح الباكر في مدينة الخرطوم. كانت هنالك أيضا اشتباكات جنوبي العاصمة بين قوات الدعم السريع وبين شرطة الاحتياطي المركزي، وهي قوات مسلحة تتبع لوزارة الداخلية. أيضا كانت هنالك غارات جوية وقصف مدفعي على بعض مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم. أيضا صرحت بعض المصادر العسكرية على أن قوات الدعم السريع قامت بقصف القيادة العامة من الناحية الشرقية، تحديدا من أحياء بري، والذي شهد أيضا قصف مدفعي وتبادل للقصف المدفعي والغارات الجوية. أيضا هذا الصباح الباكر كان هنالك هجوم في ولاية جنوب كردفان، تحديدا في مدينة الدلنج، حيث هاجمت قوات تتبع للجنرال عبد العزيز الحلو مدينة الدلنج، وجرت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الحركة الشعبية لتحرير الشمال قطاع الشمال لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أيضا هنالك أنباء على هجوم لقوات الدعم السريع على معسكر طيبة التابع للجيش، والذي يبعد 50 كيلومتر عن مدينة الدلنج بجنوب كردفان، والبعض الآن يتحدث عن هجوم من محورين، محور لقوات عبد العزيز الحلو ومحور لقوات الدعم السريع على ولاية جنوب كردفان. أما بالنسبة للنواحي الإنسانية رغم الهدنة، إلا أن حتى الآن جميع الأوضاع الإنسانية متردية هنا في العاصمة الخرطوم وأيضا في مدن إقليم دارفور التي ما تزال أيضا تشهد عدد من الاشتباكات، على رأسها مدينة الجنينة التي هي حتى الآن جميع الأخبار مقطوعة من هذه المدينة، والتي تشهد اشتباكات منذ عدة أيام وعملية تهجير قسري لمواطني هذه المدينة، وآلاف المواطنين من مدينة الجنينة الذين نزحوا ولجأوا إلى دولة تشاد المجاورة. هنا في الخرطوم رغم الهدنة لثلاثة أيام لم يكن هنالك أي إعلان لمسارات آمنة بالنسبة للعمليات الإغاثية أو توزيع المعونات الإغاثية على المواطنين وعلى جميع الأحياء التي ما تزال حتى الآن تحت النيران، كانت قبل الهدنة وبعدها الآن. وبالتالي البعض يتساءل الآن عن جدوى هذه الهدن ما لم يتم فيها أي توزيع للمواد الإغاثية أو الطبية.